يا جعله مبارك علينا بالدوام، 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 يا جعله واليوم يلبس بهجته عقد النبي، 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 وفرحة وابتسام ما دامها عز وفرحة وابتسام، 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 يا زين لعب السيف في بيدنا الكريم، يا زين لعب السيف في بيدنا الكريم، يا زين لعب السيف في بيدنا الكريم، يا زين والعود الأشرق داير بين الحشام، والعود الأشرق داير بين الحشام، والعود الأشرق داير بين الحشام، والعود الأشرق داير بين الحشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، احنا وياكم الليله في قاعات الرفاع مشاركين ومباركين لاخواننا المعاريس، خلكم معانا نشوف معاريسنا. يا مرحبا ومسهلا يا قناة الريان على حضوركم في مجتمعاتنا وفي عرسنا، يا مرحبا ومسهلا، ونشكر اللي حضر ونشكر الدولة على هالقاعات الزينة، وبيض الله وجيههم على القاعات الزينة وعلى تسهيل الأمور كلها. نقول جله مبارك ان شاء الله، والله يبارك له، وبيض الله وجهكم يا قناه الريان اللي جيتونا في محلنا وشرفتونا، والله يغيرتنا عليكم، والله يبيض وجهكم، والغادي الله يبيض وجه سمو الامير، وبيض الله وجه المعازيب اللي حطوا بالقاعات وخدموا الشعب، والله يغيرتنا عليهم، الام الطيبه هي يغيرتنا عليهم. نشكر سمو الشيخ تميم بن حمد على القاعات اللي ريحت الشعب من القاعات القديمة اللي أسعارها باضة ومكلفتهم فوق تكاليف الأعراس، وبارك لأخي فارس بن علي على زفافه، جعله إن شاء الله مبروك. أبارك لأخوي فارس على عرسه، وأسأل الله له إن شاء الله الذرية الصالحة، ومشكورين يا قناة الريان موجودين دائما في مجتمعاتنا، بيض الله وجيهكم، وأشكر سمو الأمير وقيادتنا الرشيدة على هالقاعات الزينة، ويعني ريحتنا كثير، وبيض الله وجيهكم كلكم جميعا. نبارك للأخ فارس
على زواجه ونقول له إن شاء الله مبروك، ونشكر قناة الريان ونشكر سمو الأمير على القاعات على المجموعة هذه، سهلت على الناس وخلت الناس بدل ما يروح يفر له في كم محل، المحل موجود والحمد لله رب العالمين، الله يجزاهم خير ويستر علينا وعليهم وعلى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. مبارك لأخوي حارس بن علي الكاظم، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله بارك لهما وبارك عليهم واجمع بينهما بخير. ندعي له بالوفقة والتوفيق إن شاء الله، يرزقك بالذرية الصالحة، وبيض الله وجه معازيبنا على الاستقبال وعلى الحفاوة وعلى العلوم الطيبة، ولا يستغرب منهم العلوم الطيبة، هم قر الطيب كله. رحبكم في عرس فارس بن علي، الله يبارك في عمره فارس بن علي الكاظم، الله يبارك في الحفل ويرزقه بالذرية الصالحة ويجمع ما بينهم، ومرحبا بكم ومسهلا. الله يرزق المعرس بالذرية الصالحة وعقبالنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مع معرسنا فهد محمد السويدي، اللي نسأل الله أنه يبارك له ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير يا فهد. مساك الله بنور وسرور وعافية. مبارك لك العرس، وكلمة لإخوانك اللي حضروا عرسك، شو تقول لهم؟ الله يجزيهم خير إن شاء الله، مبيضين إن شاء الله، وحيهم بيهم إن شاء الله. فهد، القاعات اللي توفرت الحمد لله، منشآت فخامة ما شاء الله ولله الحمد، إن شاء الله الدولة إن شاء الله ميسرة لنا، والله لك عمد، يعني صراحة ينافس القاعة الثانية صراحة بأمانة، الحمد لله تسهيلات من ربك إن شاء الله. تستاهل وألف مبروك. تستاهل خير يا رب. الله يبارك حق الولد فهد ان شاء الله، يعني الله يوفقه ان شاء الله في حياته الزوجيه، ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله السعاده في حياته الزوجيه ان شاء الله، وان شاء الله للجميع ان شاء الله، اللي ما تزوج ان شاء الله يتزوج ان شاء الله. والله المعرس اقول له الله يبارك لك ويرزقك الذريه الصالحه، والله يوفقه واكمل ان شاء الله يكمل نص دينه، وان شاء الله نحث الشباب على العرس يكملوا نصف دينهم. بارك حق المعرس، والله يبارك لهم إن شاء الله، وأشكر الحكومة الرشيدة على القاعات هذه اللي سهلت على المواطنين تكاليف الزواج، وعقبال الجميع إن شاء الله. مبارك حق المعرس، نتمنى له إن شاء الله حياة سعيدة، والله يبارك له إن شاء الله وجعل أيامه كلها سعيدة إن شاء الله. شفنا الشيء يعني وايد بهاراتنا في هالشيء، طبعا مسهلين حق كل القطري اللهم لك الحمد، فما قصرت حكومتنا وشعبنا الله يطول في أعمارهم يا رب، وهذا صراحة يعني إنجاز كبير لكم يعني ولهم يا رب.
لا زلنا متواصلين في ليالي الافراح. في ليله يودع فيها معرسنا عبد الهادي اللوذين العزوبيه، ونقول له الله يرزقك ذريه صالحه ويبارك لك. امين. الله يجزاك خير ان شاء الله، وعقبال الاخوان ان شاء الله، الشباب يتزوجون ان شاء الله، يكملون نص دينهم ان شاء الله. كلمه لاخوانك الحضور وضيوفك في ذي الليله المبركه. مرحبا وما سلامهم كلهم، والعذر السماح اذا حصل قصور شيء ولا شيء. ما منكم، ما منك قصور ان شاء الله. الا ايش رايك في القاعات؟ قاعه حلوه وممتازه، خدماتها ممتازه، وشجع الزواج فيها. نعم. الله يبارك لك يا رب العالمين. ومعرسنا سلمان الله يبارك لك ويرزقك الذريه الصالحه. جزاك خير، طول لي عمرك، الله يجزاك خير، ومنورين وابرك الساعات يوم شفناكم نبداك. الله يطول لي عمرك ويجزاك خير، وان شاء الله نقول فال لك ولا؟ ان شاء الله. نفال لك ان شاء الله. اخواننا ان شاء الله. كلمه لضيوفكم الحضور اللي جاوكم، اللي جاوكم عانين لعرسكم. ضيوفنا مرحبا بهم من ساره ولين جاوا كلهم، اللي من جاء من الكويت واللي من البحرين واللي من الدوحه مرحبا بهم كلهم. خوالي وعمامي وربعنا وقناه الريان، والله انكم مرحبا بكم، سهل بكم هذا المكان، ابرك الساعتين شفناكم، وغدا العرس عرسين وجيتوا بعد قناه الريان، هذا ثالث افراحنا. الله يطول عمرك. طبعا اكيد ان الوالد اناسته الليله أو بيكم، اناسته الليله في اجتماعكم في حفل واحد. الشيبه راس مالها اثنين طال عمرك، وعرس عيالها اثنين، اكيد يعني واحد من عرس عيالها اثنين كبير وصغير، انها مستانس، هذا شوفت عينك فرحان ومستانس ومتنومس. انا اشوفه يقول يبغى ياخذ اللقاء منكم. بعد لحق هو اللي يعني ابينا ومرتب المكان ذا كله، مزين الموضوع ذا كله، ما ياخذ اللقاء منك، ياخذ اللقاء بعد، ما يقدر يقول ايش. الله يخليك، الله يطول. الله ان شاء الله يجعل ايامكم كلها افراح. الله يجزاك خير ويوفقكم. جزاكم خير، يا مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا، مرحبا. أول شيء أهنيهم وأهني نفسي، وهم داخلين طبعا على حياة جديدة، والله يوفقهم بكل شيء. والله حنا نحث أخواننا المقبلين على العرس أن بإذن الله في بداية تجهيزهم للعرس، التجهيز المادي أنه يجهز نفسه فكريا أيضا، لأن الحمد لله الآن في مراكز مثل راف ومثل مركز التنمية الأسرة، هذه المراكز تعني بحياة الشاب والشابة المستقبلية، فحنا نحثهم بإذن الله أنهم يأخذون هذه الدورات، بحيث أنها بإذن الله تكون تحصيل لهم لاجتياز المرحلة الأولية في زواجهم، إذن بإذن الله يتم التعرف. وبعدين ولله الحمد الدولة مهتمة بهذا الأمر اهتمام كبير، ومن ضمن هذا الاهتمام هذه القاعة الطيبة اللي بإذن الله وفرت على الناس مصاريف، وفرت على الناس أشياء كثيرة، وصارت ولله الحمد مجمع لهالقطر. فحنا بإذن الله نحث الشباب والشابات أنهم يجتهدون بإذن الله ويأخذون هذه الدورات، وأنهم يغتنمون الوقت، يغتنمون فرصتهم، لأن البلد بإذن الله محتاجة لهم، ومحتاجة لأسرة متكاتفة، ومحتاجة لأسرة بإذن الله تنجب أطفال بإذن الله يبنون هذا الوطن الغالي. أقول الله يبارك لهم ويبارك فيهم ويجمع بينهم على خير، والله يوفق الجميع على الخير والعلوم الطيبة